الكهرباء العربية هي 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 الكهرباء العربية وفين الديمقراطية وفين الديمقراطية العدالة الاجتماعية العدالة الاجتماعية واك واك خرطونا واك واك خرطونا واك واك ظلمتونا واك واك ظلمتونا هي الحقراب العربية هي الحقراب العربية هي الحقراب العربية هي الحقراب العربية فين الديمقراطية فين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية واك واك خرطونا واك واك خرطونا بالقرارات عمرتونا هي الحقراب العربية العربية اليوم احنا اليوم امام مقر الاتحاد المغربي للشغل امام مقر الاتحاد المغربي للشغل قسم استغلال رخصة سيارة أجرة ديال واحد المهني ينتمي للاتحاد المغربي للشغل بداعي تنفيذ قرار قضائي الذي نعتبره قرار الذي نعتبره هو قرار جائر اللي غادي يهمش المهني اللي غادي يهمش قطاع سيارة أجرة هذا السيد مهني مستغل كيأدي واجب شهري بدون مماطلة ولكن ولاية بيضاء سطات تم توقيف هذه السيارة هذه بدعوى انه حكم قضائي ولكن لا كاميرا قال لنا راه خلص شي 22 مليون ياك اللي مخلص ياك عاد ديالي بحال هذا هنا هذا المسؤول على واحد الشيء خاور تاعنا القرار حافظوا على الهدوء ديالنا الاخوان خمسه الله يرحم والدي خمسة اخوان راه واحد العضو في الجسد الى الله صافي غادي نقيسوا كل شيء خليكم هنا زيد عليا شي زيد توصل صافي